وبأولى مساحاتنا وفقراتنا الصباحية اليوم رح نحكي عن موضوع كتير بهم الأهالي، رح نحكي عن موضوع الغيري عند الأطفال. كتير منشوف سلمى بالبيت الواحد طفلين، ولكن في غيري كتير قوية بيناتهم، ممكن يكون من الأهل حدا بدلل حدا على حساب حدا، حنية زايدة، حب زايد، أو الطفل مصلحجي بالنهاية بيعرف كيف يزبط وضعه. أكيد. هلأ بما أنك أم بتمر عندك هاي الحالة صارت معك، يعني أوقات موجودة. أحيانا بتكون من غير قصد، يعني الأهل بنشوف مثلا أوقات البنت بيدلل أبوه أكتر، الشاب بيدلله الأم أكتر، أوقات العكس، فهل صادفك مثل هاي الحالة؟ أكيد سلمى، بس الأهالي أكيد الأم بتحب كل أطفالها، ولكن دائما الصغير بالبيت بيكون له الحنية الأكبر. تضربينا بحجارك هلا. كل اخواتي اللي عم يسمعوا الحلقه رح ينبسطوا منك كثير، لانه دائما بيقولوا هالجمله، الاخ الصغير دائما مدلل، بس هو الحقيقه اذا مدلل او لا ما بنعرف، مو دائما بيكون. هلا المشكله اذا كانوا قريبين من بعض رح يشعروا بهي الغيره، فاليوم رح نحكي ضمن هاي الفقره عن موضوع الغيره بين الابناء، شو هي اسبابها وشو هو اهم طرق نحن بنقدر نتلافى، بنقدر نخلي اطفالنا اليوم بنفس السويه، ان كان بالمحبه والدلال، هي الاسئله وغيرها حجاوبنا عليها. ضيفتنا لليوم الاختصاصيه التربويه يسرى عباس، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي استاذه. خلينا نبلش مع حضرتك بتعريف الغيره بالبدايه، هذا المفهوم شو بنقصد فيه وليش بينشا اساسا بين الاطفال بالعائله؟ قبل ما نفوت بتفاصيل تفاصيل المفهوم العام للغيره، اليوم نحن في اساس بالموضوع وهنن الاهل، هنن الاشخاص المسؤولين اليوم ليقدموا هي المحبه وليقدموا هي الدلال، وهون نحن قادرين انه نحن نتحكم بعواطفنا ونتحكم نحن كيف قادرين نتعامل مع هذا الطفل. يمكن سلمى ضوت على نقطه كثير مهمه، انه اهلها شو بيعملوا؟ ايه، مين بيدلل اكثر بالبيت؟ هاي كل الاهل بيقولوا هذا الحكي. هلا طبعا رح نستمر ونحكي تفاصيل اكثر، ولكن رح نروح مشاهدينا لفاصل قصير ونرجع نكمل فقرتنا. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا بيت اللي عم بتطير تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير. هالليل كتير تضوي لك قلبي فانوس. وقف لي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا سهرية السهريات حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات. ويا دلي عالتطليعات وحدة هب وحدة نوس. وقف لي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس، يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس. يعني مثل ما قلتي رشا، كنا عم نحكي مع الأستاذة يسرى، رح نرجع من أول وجديد ونحكي. كان عم تقولي حضرتك عن الغيرة وتعريفها وليش بتنشأ، خلينا نرجع نسمع من حضرتك. نعم، الغيرة طبعا هي حالة نفسية مدمرة لصاحبها، تظهر على شكل نوبات من الغضب والخوف والقلق والتوتر. طبعا تنتاب هذا، طبعا الغيرة عم بحكي عن طفل وتبدأ بسن السنتين، يعني بمجرد هذا الطفل شعر في حال تهديد لمكانته لشخصيته. هذا الطفل كان يشعر حاله أنه هو متربع على العرش، مسيطر على محبة كل أفراد الأسرة، هو الزعيم، هو كل شيء. فجأة جاء مولود جديد. أو هون أول مراحل غيرة تبدأ عند الطفل. طبعا هون تعتبر أنه نضج، وعي على ذاته، صار عنده إدراك للعلاقات الإنسانية، فهم يعني بسن السنتين، تصوري فهم أنه في شيء حدا عم يهدده، يهدد حياته. فهون بيبدأ محل غيرة من هذا المولود الصغير، تنتاب نوع من حالة من الحب
أو كراهية، مرة بيحبه مرة. فنحن هاي بتتعالج، يعني نحن غيرة الطفولة بريئة وممكن تتعالج دغري، بكون الأم مجهزت له فترة قبل ما يجي المولود. طبعا في عدة أمور، أنه في هيك طفل صغير بتلاعبه دمية صحيح. لكن هو بيشعر بيرجع مثل النقوص للوراء، بيرتد بيصير يرجع بده ينام محله، بده يرجع لحضن أمه بعد ما تكون ضفته. نعم شوفه بنحط لهاية بيرجع للببرونة الحليب يعني الطفل. طبعا هي انا عم اقول لك كان لازم تكون مجهزه للامر قبل ما يجي هالمولود الام. بالنسبه لغيره الطفل من المولود تكون عده امور، عده انشطه، بكون جهزت له العاب تقول له تعال لعبوا سوا، من بعيد ضحكه لعبه ابتسم له. يعني الام هي بتعرف شو بتفهم على طفله، كيف تخليه يتحول هالعدوان هذا الى محبه، انه يحضنه بتحطه بحضنه، عده امور. وحتى الاهالي اللي جايبين هدايا المولود لهم جيبوا هدايا لهداك. شوفي عده بدها الام تتصرف بسرعه، يعني هون بسرعه بدها تعالج الموضوع، والا هو اللي يخليها تروح على المطبخ شوي يضربه يعمل شيء. فنحن عادة غيرة الطفل بالمرحلة الأولى صعبة كتير بالنسبة له، يعني شعر أنه هون خلص ما عاد فيه اهتمام، فقد رعاية. فالأم تحضنه، تحبه، تبوسه، تنيمه بحضنها، تحكي له قصص، تشاركه، تقول له تعال شاركني كيف نحممه هيك. فعدة أمور يعني ما كتير تعطيه كتير. بده ينام الطفل، ما بقى ينام إلا بده يجيب السرير نفسه اللي نايم فيه الطفل. صحيح. فهالأمور هي غيرة الطفولة تبدأ بعدين. نحن الغيرة تبدأ بين الأخوة عندما يصير فارق عمري بيناتهم، يعني هذا سنتين، هداك أربعة، هداك خمسة، حسب عدد الأطفال في البيت. فغيرة الولد الأوسط تختلف عن غيرة الكبير عن غيرة الصغير. الأوسط بيشعر حاله أنه ضاع، الكبير ميزاته أحسن منه وأفهم خلينا منه. نركز على هاي النقطة. يمكن مثل ما بيقولوا أصغر شيء بالبيت، مثل ما بيقولوا بالعامية آخر العنقود، دائما بحس حاله أنه هو الكينج تبع البيت، الملك تبع الأسرة، يعني دلالة له، الحنية له. يمكن حنية الأم والأب أنه هذا لساته صغير. هون بتملش الغيرة. أينو أصعب وقت اللي بيكونوا قريبين لبعض بالعمر، أو ممكن إذا كان في فارق بالعمر بيناتهم يسهل أنه أنا أخي الأكبر مني يفهم وضعي كوضع طفل صغير بالمنزل؟ نحن هاي داخل المنزل الأم والأب عليهم يتعاملوا مع هيك مواضيع بحكمة وهدوء. يعني عندهم عدد من الأبناء كبير وصغير، بنات، غيرة الفتيات تختلف عن غيرة الذكور. فنحن لازم نحول هالغيرة لمنافسة، كل واحد تمسكه على حدات، تقعد معهم تجلس بهدوء، تراعي شخصيات كل واحد. ممكن واحد منهم عم بيعاني من قصر معين، بنت اجت احلى من بنت، هذا نضج. ففي عندنا فروق فرديه في البيت، في عندنا ميزات. بيقولوا البطن بستان، يعني بيقولوا لك مثل صيني انه لا يوجد اسره ما فيها مشاكل، يعني ما في بيت الا بتسمعي صراخ، شجار، عراك مستمر، شو عم يتنافسوا؟ كل منافسه الاطفال على حب الوالدين واهتمامهم ورعايه، انه انا الاحسن، انا الافضل. فنحن لاحظي الام هي عم تحكي احيانا، تقول ليش ما بتكوني مثل اختك؟ اختك ما عزبت، ليكي ما احلاها، ليكي دفترها، ليكي خطها. فنحن هون الام هي بتزرع الشجار بالبيت، هي بتعمل منافسة مقارنة. هي بتأجج نار الغيرة بعدم العدل بين الأولاد بالحكي بالألفاظ بدون ما تشعر والله هاد ما عذبني، هاد كان ما في أحسن منه بصغره هاد. فنحن الأم بدون لا تشعر هي بتوقع حالها أنه عم تمدح، عم حفز إيه؟ أو عم تحفزه، تاري هو عم تأجج منافسة، عدم المقارنة. ما عمرك لتقارني طفل، المقارنة هي نار الغيرة، يعني هي اللي بتأجج بركان القنبلة الأسرية الأولى. ولود طفل طبعا هاي مولوجية الثانية المقارنة، بتضل تقول له ابن عمك، ابن الجيران، شفت رفيقك أشطر منك. لا لا، نحن في عنا نظرية بيل جاردنر للذكاءات، في عنا ذكاءات متعددة، كل طفل يملك ذكاء معين، لغوي، بصري، مكاني، رياضي، منطقي، موسيقي. هلا مثلا يعني ميسي هلا وقت الرياضة بيفهم بالفيزياء والرياضيات، بجد ما بيعرف إلا يلعب كرة قدم فقط. فنحن الرياضي عنده مهارات وقدرات رياضية كبيرة لكن مهارات عقلية. فاللي ذكي بالعربي، إمكانات أدبية، المتفوق بكل المواد. فنحن عندنا الطفل علينا أن نكتشف شو ذكي جدا باللغة، خليه يكتب، بالرسم يرسم، اكتشف موهبته. يعني نحن اللي بتشوفي غيور عنده تدني بالثقة ونقص بالحنان وشعر بأنه يعني في عنده ظروف خاصة، شخصية خاصة، يعني ضعف هالغيرة ومدى السيطرة عليها ومدى تجاوز المرحلة تعود لشخصية كل طفل. فنحن هون دور الأم. ليش بيقول الأم مدرسة؟ مدرسة طبعا. تستطيع أن تفهم أولادها من عينيهم، فتستطيع أن تأتي بهذا الطفل تقول له أنت هيك، شوف صحيح انت قصير،
صحيح انت كذا وانت كذا بس خطك حلو، انت ليك صوتك ما احلى، ابوك بيحبك، ليك لا تقول لاخوك هيك، تيجي كل واحد بصيغه معينه. تعرفوا بالايجابيات الكبت خبرات الطفوله اصعب منها ما في، انه هذا بيكبر وبصير عمره قديش ويقول امي والله كانت تفضلك علي، والله عمرها ما حبتني، والله هيك بنوع من المشاعر الطفوليه. لكن الام صدقيني انا قاعده مع ام عندها 10 اولاد، انا عندي هيك حب اسئله، شلون قولي لي كيف يعني مين بتحبي اكثر؟ قال والله كل ولد محطته اغلى من الثاني، هيك يعني ما في يعني، انه الاولاد فعلا الام تستطيع ان تعطي رعايتها واهتمامها بطرق الخاصه باسلوبها. صحيح، تجيب هالولد تزرع الثقه فيه، تعطيه ميزاته، انت اقوى، انت افضل، انت احلى. فنحن نوع علاج كل فكره وكل غيره، غيره الفتيات اسا اصعب، انه حساسين عاطفيين، فانا عم بحكي على غيره قبل المراهقه، غيرة المراهقة تختلف، وهذا اللي أسألك عنه، كبر صار عاطفي اجتماعي. أنا عم بحكي عن مرحلة الطفولة فقط، كون هي تتعالج، ما بدي أعمل كبت، ما بدي أعمل الطفل يخبي، كيف أنا بدي أخلي هالطفل يطالع مكنونات؟ ولاحظي معي، تسألي ابنك هو جاي المدرسة شو صار معك، البعض بيقول لك، البعض ما بيحكي، البعض ما بيجيب سيرة شو صار معه. هذا الطفل كيف بدي طالع له مكنونات وأعرف من شو بيغار، ليش بيغار، لما تغار؟ أنا بحبك وأبوك بحبك، بتجيبي لعبتين، هذا بيقتني هذاك بيقول لي لا لعبت أخي أحسن مني، يكون بادلتهم يكون رجع الغيور، بضل شاعر ضعف الثقة. فأنا كيف بدي أرفع له هالمستوى هذا منسوب ثقته بنفسه؟ أول شيء شعره بميزاته الإيجابية، الآخرين شو حكوا عنه، فلان رفقاته أولاد عمه، أنه والله بيضغاروا منك لأنك أنت بشوفك على طول بتكتب ونشيط، في طفل نشط اجتماعي ما فيك تقدري ما شاء الله إلا يميز، إلا يبرز ولد أحسن من ولد بالبيت. فالأب يقول له والله أنت أحسن، ما بيحس أنه ضرب الكل لما بتقولي لولد أنت أفضل ولد أو لبنت أنت أنشط منه، أنت بتساعديني، ما بتشعري حالك أنك ضربتي البقية. هون بيشعر نوع من ملامح الزعل والانزعاج والكآبة والانطوائية، يعني ممكن ينطوي ويقعد لحاله، صار شعر أنه هذا ما هو مكروه أهله أبيك، يعني أصعب شيء الطفل يشعر أنه أمه ما بتحبه أو أبوه ما بيحبه. فالمنافسة والغيرة لكسب أكبر مساحة من المحبة. كيف؟ طبعا يا بيبكي يا بيصرخ يا بيزعجهم، بيقوم بتصرفات مزعجه امام الضيوف، امام، فبيشعر انه كلهم مهتمين بهالولد، جايين كلهم يباركوا او يباركوا بنجاح ولد او صحيح. تفوق احيانا صدفه بيتفوق ولد ثاني ما بيتفوق، يعني صدقيني لما بينجح ولد بيجيب عامه والثاني جاب صناعه بتصير، ومع انه هداك كان شاطر وذكي وجاب هالمعدل هذا، بتشتري بالبيت شعلت نار الغيره بين الولدين بدون ما يحسوا. فهذا شفتي رسمته احلى، وهذا الثاني ما رسم منيح هدفت الرسم، بضل هذاك عم يفكر عم يفكر ما عم يقدر، يضل يعيد ويعيد ويمحي، وانت مالك عارفاني ليش تاري غاير من اخوه. طيب استاذه يسرى حضرتك شرحتي هلا شو بيصير وقت الطفل بيغار وخصوصا بالعمر الصغير، وكيف هيك شويه طرق مثل ما قلنا بسيطه ممكن الام تساعد فيها اولادها ليتخلصوا من الغيره، اذا هالغيره ما اكتشفت وانتقلت للمراهقه قد ايه ممكن تاثر على حياته، مو بس علاقته مع اخواته، ممكن علاقته بالمجتمع بالمدرسه؟ طبعا نحن بداخل المدرسه بداخل الصف تختلف المعامله، هون صارت المربي، نحن قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ربي سبعا فسبع فسبع، السبعه الاولى بحضن امه بيبي قبل ما يدخل على المدرسه، عم تعلمه قواعد التربيه الصحيحه، السلوك الصح، هذا غلط هذا سليم. طبعا انتهت كان بحضن الاهل بالاب والام، كان في نوع من التربيه معينه مشت عليها الاسره، الان دخل الى المدرسه بعد السبع سنين، السبعه الثانيه لاحظي صار المعلمه والأم يتدخلوا في تربية الطفل. فالمربية أو الأم، مربية الطفولة الروضة أو الأم أو المعلمة، هون في قواعد بالصف، ما عاد في مدلل، ما عاد في صحيح. واحد والله الأولي، ما عاد في ولد ما في غيره بالبيت، شعر أنه في كتير أطفال المعلمة عم تعمل. فإذا هون المعاملة جوا الصف يجب أن تكون الغيرة للمنافسة للتفوق والعلامة الأفضل والأنشط، هلأ صار من حب الأم لحب المعلمة، شايفين؟ فهون كاس شوف يعني بيطلع بيحس انه معلمته صار يحبها اكثر من امه، يعني نحن بمرحله الابتدائي المعلمه مقدسه اكثر من الام. صحيح. يعني انا اذا اجيت قلت له لابني هاي الغلط هاي الحل غلط، لا لا قالت المعلمه هيك، انا عم صلح له، لك يا ابني والله مو هيك هيك حل، قال لي لا 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 انستي هيك قالت لي. فالمعلمه صارت مقدسه اكثر من كونها بتعطيه كثير من القواعد والتربيه والمشاعر. طبعا نحن طرق التربيه اختلفت عن قديم، ما عاد ولا الطفل قاعد وعم يتفرج على المعلم، صار الطفل يتشارك يتعاون، طرق تعلم تعاوني منافسه، بتقول له المعلمه يلا فكروا بالجواب فكروا، طيب شارك انت ورفيقك بالحل، طيب شارك يلا تعاوني ثلاثه اربعه تعاوني. فنحن هالحركات هي كلها عم تفيد.
الطفل الانطوائي الخجول اللي ما بيسترجي يشارك الى اخره بتشجعه شايفه كده. فاذا في طفل عنده بوادر غيره بالبيت بالمدرسه بتترمم بتتعالج عن طريق منافسته للعلم الكبرى. يعني مو بكفي انك تغار. لاحظي معي احد الفترات هلا بالفتره كرمت المعلمه صف ثاني طلابه مين كم طفله شيء طبعا صف شيء 40 طفله كرمت شيء 15 طفله وكلهم حاملين هالشهادات وتصوروا وجوا شو عم يعملوا هاي اللي عم يبكي هاي اللي حاطه راسها على المقعد طبعا ما عجبني شيء انه والله هدول سقفوا لهم طلعوا الاوائل بالمذاكره يعني كرمون فهذوك الاطفال ما اجتهم فرصه طلعوا جابوا كل العلامات التامه فكانوا عم يبكوا طبعا هاي المنافسه حلوه حلوه انه انا اكرم اطفال في اطفال ما بتحس عادي فينا نقول عنها منافسه ايه؟ ايجابيه يعني بهي الطريقه منافسه ايجابيه طبعا انا فيني احول هالغيره لاحظي معي من خلال تنشيط هالطفل واستغلاله وقول له عنه انت ما في منك وعلاماته انت اخذت منيح فلاحظي معي عندما نستغل فرصه الغيره نحولها لشيء ايجابي فبصير عندي تحسن بالمجتمع تحسن بالعمليه التعليميه المعلمه بترتاح كل طلاب غيورين لاحظي اذا فتي على مدرسه اللي بسموها متفوقين 30 طالب متفوق 30 ذكي 30 شاطر ما في فرق فرديه ما في فرق فرديه بينما كلها منافسه على الاعلى على التوب بينما اجيتي المدارس في طبعا نحن ما بنجمعهم كلهم المتميزين بنحطهم بصف دائما في فروق فرديه مثل ما قلت لك في زكاه متعرف في طفل انضج في اشطر فلذلك نحن علاج هذه الامور داخل الاسره داخل الصف داخل المنزل دائما ازرعي الثقه بهالطفل برزيله اهميته اعرفي شو موهبته بشو متميز في اطفال تعي لهون يا ولد شو عندك موهبه بتحب الرياضه لا بتحب الغناء لا ما في شيء بيطلع بيحب كرة القدم تمام خلي امه تسجله بنادي طيب هي شو بترسم هلا انا شجعتهم على الرسم ما بيعرف غير فنحن عاده الام بتعرف كل ميزات ايجابيات كل ولد بالصف المعلمه من عيونها بتعرف اللي معه ومع الاستيعاب يعني انا بحتوي هالطفل في طفل عنده ضعف نطق فهذا صعب يشارك بعرفه انه ما بيقدر ينطق حرف الراء او السين او فلذلك نحن الترديد لما بتقول له رددوا معه هالعباره مغناطيس شجره الى اخره مشان هالخطا هذا فنحن هالترديد له ايجابيات كثيره لما بتقول لهم غنوا في عندنا فاصل منشط ما بيركزوا معي الاطفال كل 10 دقائق بتقولي له غنوا معي واقفا كيف بيعمل عصفور وجلسه صحيه يعني المعلمه عده طرق حتى يتابعوا معي يركزوا أكيد. يفهم عليها يعني مثل ما تابعنا معك نعم. اليوم كمان معلومات كثير بنتمنى الكل يكون استفاد منها شكرا لوجودك معنا يسعد صباحك ونورتي صباحنا ان شاء الله هاي دائما هاي الغيره تكون ايجابيه ان كان بين الابناء بالبيت الواحد او كان بالصف يا هلا ان شاء الله